حلو يا لابس التوب، انا بدي يا توب على ايدك. يا حلو يا لابس التوب، انا بدي يا يا ابو رمش جراح. انا قلبي قلبي ارتاح على ايدك، علشان بحبك عايز نبوس على ايدك. مهتمة بمشروع فلكلور المصري لحد ما قلتي لا أنا بحب كل حاجة إثنك أو موسيقى الشعوب، وابتديتي تتكلمي أو تغني حاجات شعبية بس مش من مصر. يعني كانت هنا بداية أنه هو أنا هفضل طول حياتي أغني فلكلور بكل احترام والحب العظيم اللي بحبه الفلكلور، بس كنت مهتمة قوي أن أنا ابتدي بقى بالبند ومشروع الغنائي اللي أنا بحبه، أغاني، أشتغل مع شعراء، ألحن حاجات، أشتغل مع موزعين، أعمل بند. ده كان الأساس بقى، دي كانت النقلة التانية. مشروع النيل كان مشروع مليان موسيقيين من دول حوض النيل. أيوة. كان معانا ناس من أوغندا ومن كينيا ومن مصر ومن السودان، فكلنا كنا بنقعد بقى نعمل أغاني سوا ونطلعها. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.